بركة واللي ماشي بعيادة متحركة عمري ما حد ندهله وسابه تلقى كله مهاب من دخلته أصله دكتور فاهم شغلته رغم طبته ما كانش في حسبته في الحوارات رجلي هيتجابه حاوي ناوي غاوي يعمل قلبه أصلي مش كل جواب بيبان زي ما الناس قالوا من العنوان حاوي ناوي غاوي يعمل قلبه اصحى فوق ده انا وديك البحر واخليك ترجع عطشان نصبوا السيرك خلاص وابتدى وده عمال بيخطط لده ويا ترى مين بقى كبش الفدا واللي نفخ عالتاني عضلاته قالوا يا مخبى الحاوي في جرابه واللي يدخل في دماغه بيجيبه وده دكتور وهريش ألعبه صعب يغش حاوي بحركاته حاوي ناوي غاوي يعمل قلبات أصلي مش كل جواب بيبان زي ما الناس قالوا من العنوان حاوي ناوي غاوي يعمل قلبات اصحى فوق ده انا وديك البحر واخليك ترجع عطشان يعني ايه مش هتبيع يا نانو؟ زي ما سمعت كده يا بابي السنتر ده بتاعي ومن بكرة هطرد انجي وانا اللي هديره بنفسي بقى يبقى انت بقى كده مش عايزة تقفلي باب المشاكل انا بصراحة مش حمل العك ده وانا بقى عندي راجل يعرف يحميني ويحمي مصالحي اتفضل احمي مصالحها يا ديك البرابر هو الكلام ده علي انا؟ يلا انزل اتخانق مع سيد الحاوي وشقه بسكينة ما احنا مش هنخلص بقى هنقضيع خناقات طول الوقت عندك حق يا ليلى انا عن نفسي اشيل ايدي من الموضوع ده تصبحوا على خير اقعد يا صديق حاضر ما تقول حاجة يا مهاب مش لما حفلة الجعير دي تخلص هو انا غلطانة يعني ان انا بدافع عن حقي ده اذا كان ليكي حق اصلا السنتر ده اصلا انت ما تعرفيش عنه حاجة فجأة كده بقى بتاعك وحقك ولا انت عايزة تدخلي في اي عند مع الحاوي وخلاص واحنا بقى ندهس في الرجلين حطي نفسك مكاني يا ليلى انا لو سبت له السنتر النهارده هيجي بكره ويقول لي انا مزنوق في قرشين وعايز ابيع الفيلا ساعتها بقى انا اللي هتصدر له الفيلا دي بتاعتك وما يقدرش يحط رجله فيها والراجل قالها بعظمه لسانه الفيلا دي مهر نانو وملوش فيها غير البدروم اموت واعرف البدروم ده فيه ايه ده بقى مسبار جحا اللي هيفضل رايح جاي عليه يا دكتور يا دكتور سعد ده اللي بيصرخ ايوه يبقى اكيد في مصيبه يا حاوي اصحى يا حاوي حاوي في ايه في ايه انجي البوليس طب علينا البرنس ورجالته محاصرين الفيلا يا دي المصيبه اتحرك يا حاوي قبل ما يخلص عليهم حاضر حاضر حاوي ناوي غاوي يعمل قلبه مين الناس دي يا سعد علم علمك يا دكتور أنا فجأة لقيت العربات دي ترصت حوالين الفيلا والبهوات نزلوا كل واحد في إيده سلاح طب معرفتش طلباتهم إيه؟ ولا استجري أسألهم سؤال زي دي؟ طب ما يمكن غلطانين في العنوان خلاص حضرتك روح شقر عليهم بقى واستفهم منهم ما أنا لو أعرف أتحرك من مكاني كنت شقرت أنا رجلي غرست في الأرض يا سعد أنا من ساعة ما مسكت منصب السيكوريتي دي وحد باصص لي فيه اوعى يكون عليك طار ومخبي عليا ويعنيني لو عليا طار الكتيبه دي كلها هتيجي تقتلني ده ادي ما اخدش غلوه في ايد عيل رمه جيفه بندقيه رش يجي يخلص عليا استنى استنى دول طلعوا بيتكلموا عادي زينا ايه الزفه اللي انت جاي بيها دي يا برنس ما انت عمال تنيمني يوم في التاني وانا مش هقدر استنى اقدر منك ده برضو ما فهمتش انت جاي ليه طالما انت مش عارف تطلع الفلوس هطلعها انا بمعرفتي فلوسك طلعت واعتبرها وصلت هتنيمني تاني يا حاوي ردي عليا انجي عشان انا خلاص كبت اخري الفلوس هتستلمها من الشربيني في مرسى علم ده اخر كلام ايوه ولو عايز تتاكد اتصل بالشربيني يعني انتوا هتروحوا مني فين يلا يا رجاله مين الناس دي يا حاوي مش انا قلت لك قبل كده ان انا بشتغل مع ناس زعلها وحش وهم جايين يزعلوا هنا ليه ما تشغلش دماغك المهم تخلي نانو هانم تعمل لي التوكيل عشان انا لو اتاخرت على الناس دي هيزعلوا واديك شفت زعلهم عامل ازاي التوكيل هيكون عندك الصبح اتفقنا يا غالي يلا يا انجي ما تيجي تتعشي معانا يا انجي بجد
ما تتحركي يا إنجي. حاضر. صباح الخير يا ليلى. صباح النور يا ماما. هو مهاب راح شغله؟ شغل ايه يا ماما؟ مهاب ما بقاش عنده شغل غير نانو ومشاكلها، او خدها هو وراحوا يعملوا التوكيل. معلش يا بنتي، اهم يومين ويروحوا الحلو. انا بصراحه ما بقتش مستريحه للوضع اللي احنا فيه ده خالص. مهاب مش مركز في العياده، وانا بطلت اطلع في اليوتيوب. وانتي؟ انا ايه؟ انتي ما بقيتيش مركزه معايا خالص. صديق بقى واخد كل وقت. حرام عليكي، ده راجل صاحب مرض. وانا ذنبي ايه في العك ده كله؟ انا حاسه ان حياتي بتتسرق مني. على فكره صديق بيحبك زي نانو بنته بالظبط، وناوي يسفرك عشان تتعالجي. بقول لك يا ماما، انا شلت الموضوع ده خلاص من دماغي. انا مش عايزه اتشعلق في حبال دايبه تاني. يا شكرا شكرا. اي مدام، اعملي لي اي حاجه زفت اشربها بدل القعده المقرفه دي. اوكي. اتفضلي يا انجي التوكيل. ثانيه واحده هصورك وابعته للشربيني. اظن كده انا عملت اللي عليا ولا لسه في الجراب يا حاوي؟ انت عارفه ان الحاوي بيحبك ومش ممكن يعمل حاجه تاذيكي. هو فعلا مزنوق في فلوس، عشان كده فكر في باي السنتر. الحاوي ما بيحبش الا نفسه يا انجي. انا وانت يا ماما مجرد حاجات اشتراها بفلوسه وشبطان فيها، مش اكتر من كده. افهمي بقى. بصي، انا عارفه ان الحاوي اناني ومجنون وفي حاجات كتير قوي زباله، بس قلبه طيب، صاحب صاحبه. الكلام ده انا ماليش فيه. انا خلاص اتحررت من الحاوي، وياريت انت كمان بقى تلحقي نفسك. وانت فكرك يعني انا ما فكرتش في كده؟ بس انا ماليش اهل زيك يا نانو، وما عنديش راجل اتسند عليه زي الدكتور مهاب. انا بطولي كده لوحدي في الدنيا. طب يلا اركبي عشان اوصلك. بقولك ايه انجي، هو بدروب الفيلا ده فيه ايه بالظبط؟ ها؟ هي نانو انجي اتاخروا كده ليه؟ ما تقلقش، زمانهم على وصول. لكن انت ناوي تكمل يا دكتور؟ اكمل في ايه بالظبط؟ مع نانو. ما تشيلها من دماغك بقى يا حاوي. انا دماغي بتزن يا دكتور، منظر الوحش هو بيعضعط في رجلي ما بيروحش من عناية. ده انا ساعات كمان بتخيل ان نانو بتعضعط في الرجل التانية. نانو مجنونة وتعملها؟ هتقولي عليها. انت عارف يا حاوي، في ناس كده تعدي عليك في الدنيا ولا تحس بيها، وناس تقابلها تعلم عليك او تعلم فيك، يعني على حسب الظروف. انت بالنسبة لي من الناس دي. حبيب قلبي يا دكتور، بس جه الوقت بقى انك لازم تختفي من حياتي، عشان انا تعبت وجبت اخري. للاسف مش هينفع. طول ما انت معك نانو فانت ملكي. يبقى كده اتفقنا. على ايه؟ انا هخفيك بمعرفتي يا حاوي. رايح فين؟ مش هتستنى الاموره؟ اوعى من وشي. جرى ايه يا مهاب؟ انت هتفضل متشعلق في الشباك طول الليل كده؟ سيد الحاوي هيجنني، نفسي امسك عليه غلطه. المنظار اللي انت عمال تراقبه بيه ده هيخزق عينيك في الاخر، ممكن تيجي تتخمد. استني بس، وريني بتبص على ايه. ايه ده؟ انا نهار اسود، ده الحاوي ماسك منظاره بيراقبك هو كمان. ايوه ما انا عارف. طب واخره الجنان ده ايه؟ هو يراقبني وانا راقبه. ما انا حاولت اروح للمباحث اكتر من مره، بس الحاوي بيراقب كل تحركاتي. بس انا مش هيأس يا ليلى. بقولك ايه يا مهاب؟ قول يا حبيبتي. سيب المنظار ده وبصلي. حاضر. انت مش ملاحظ فيا اي تغيير؟ تغيير؟ مش عارف، يمكن طولت شويه. ما تركز يا مهاب. طيب ممكن ابص عليكي بالمنظار؟ جايز التغيير اللي حصل فيكي بسيط قوي، محتاج منظار عشان الاحظه. انت هتستعبط؟ طيب مفيش اختيارات؟ قولي لي كذا حاجه كده وانا هنقي منها. انا صبغت شعري يا مهاب، عملت لون شعر نانو. ليه كده يا ليلى؟ هفرق بينكم انا ازاي دلوقتي؟ يا نهارك اسود، هو انت بتعلمني من شعري؟ خد المنظار، خد المنظار ده واطلع بره. بره يا مهاب. اروح فين بس في نص الليل؟ بقول لك اطلع بره. حاضر. يا دكتور. عايز ايه يا سعد على الصبح؟ اصلا اني شايفك رايح جاي في الجنينه، في حاجه تايهه منك ولا واقع منك كده ولا كده؟ هي دي جنينه؟ الجنينه بقت مزبله يا سعد. ما هي محتاجه جناين يرعاها الصراحه. بقول لك ايه، هو انت اشتغلت قبل كده في الزراعه؟ طبعا، وانا صغير كنت بلم الدوده. انا ما اعرفش ايه علاقه الدوده بالزراعه، بس طالما ايدك في الحكايه يعني الجنينه دي من هنا ورايح مسؤوليتك يا سعد. طب ومنصب السكيورتي؟ وايه المشكله لما تكون سكيورتي وجنايني في نفس الوقت؟ ده هما خطوتين ما بين الجنينه والبوابه. بس ما فيش بس،
واوعى يجي في خيالك اني هزود مرتبك. لا لا خلاص، انا فقدت الامل في موضوع المرتب دي، ولا عايز بقيت مرتبي. لو انت عايزه خده. طب روح شوف الوحش بيجعر ليه. خير يا استاذ؟ مش العربيه دي بتاعت الدكتور البيطري؟ ايوه الدكتور مهاب زنون. طب انا عايزه ضروري علشان يكشف على عنتر. طب يا ريت تقف كده بعيد عبال ما شيع له. ماشي. عنتر ما فيهوش حاجه يا باشمهندس، هو بس محتاج شويه نظافه. انت اخر مره حميته امتى؟ بصراحه انا مش فضيله خالص. يا سعد. ايوه يا دكتور. خد عنتر حميه وظبطه. حاضر. اخرس يا عنتر. اصل انا لسه ناقل جديد في الكومباوند، وانت عارف بقى قرف العزال. خدت فيلا قريبه من هنا؟ فيلا ايه يا دكتور، دي هي شقه دور ارضي بجنينه 60 متر. اه زي حالاتي يعني. هو انت مش ساكن في الفيلا دي؟ واحد عنده عياده دليفري هيسكن في قصر زي ده. امال الفيلا دي بتاعت مين؟ دي فيلة واحد معرفة كده، وأنا متجوز مراته. أفندم؟ قصدي طلقته يعني. عموما دي فرصة سعيدة جدا، وياريت نبقى على اتصال. ده الكارت بتاعي. إيه ده؟ المقدم إيهاب أبو زيد، مباحث أموال عامة. ده إيه الصدفة الغريبة دي؟ أنت بتتكلم بجد؟ ودي حاجة فيها هزار؟ طب بقولك إيه؟ سيادتك ليك في الغسيل؟ يعني إيه مش فاهم؟ غسيل الأموال يعني يا باشا. أكيد طبعا، لكن أنت بتسأل ليه؟ ده موضوع كبير قوي، ممكن نتمشى شوية؟ اوكي. عنتر جاهز يا دكتور. حمي تاني. هو الموضوع اللي انا هكلمك فيه مجرد شك، بس الشك كبير قوي لدرجة اني متأكد. انا بصراحة مش فاهم حاجة. ما هو لو عنتر يهدى شوية انا هعرف اركز. هو طول الوقت كده مهايبر. قولي بقى ايه الموضوع اللي بتشك فيه؟ في واحد صاحبي، لا هو مش صاحبي، مجرد معرفة، ومعرفة زي قلتها. ماله صاحبك؟ كلام في سرك. أنا شاكك إنه بيغسل فلوس. وصاحبك ده اسمه سيد الحاوي؟ دي مش صدفة بقى.